السلام وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا من خير من اخترت، اللهم اجعلنا من اسعد من قربت، وزدنا معرفة بك وحبا، نسعد في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه. أما بعد، نسأل الله أن يسعدنا ببركات هذه الآيات الكريمة من سورة بني إسرائيل أو إسراء. نبدأ بآية 65. بعدما ربي استمع لتهديدات إبليس الذي يريد من الشر كما أراد ذلك لأبوينا الكريمين عليهما السلام، يرد عليه ربنا كسيد قهار رحمن الرحيم بهذا الرد الذي يطمئننا 100%. فأهل الرحمن، يقول ربنا سبحانه وتعالى قاهرا لإبليس ومبشر لنا وحامل لنا: إن عباد من غير سيرفيتور، اللي قاعدين يعيشوا بمحبته ويعيشوا بالتعريف به ويعيشوا بغيرة على دينه ويعيشوا جهادا لأنفسهم خلوها من الله ثم يقدمونها على الله بإرادة لا خلل فيها ولا شك تبادر لذهنه. إن عباد، هذا تقرير من الله ووعد لا يخلفه الله. إن عبادي ليس لك يا إبليس يا اسم الرحمن ويا سيد أدب مع السيد الأوحد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني تنعوك لا تأثير لك عليه، حتى لو تريد بالأنبياء شرا، الأنبياء عليهم السلام، إلا والله يوقظ خير العباد عليهم السلام. أكلهم يعني لا سيطرة لك عليهم، لأنهم عبادي المخلصين الخالصين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، أي يكفيك وكفى بربك وكيلا، اللي مش يحميهم من شرك يكفي أولياءه من عدوان. السلام. فبعد هذا التبليغ وهذا التوريع، شيء آخر يقال أو يؤخذ كعهد؟ لا، إن عبادي، شوف الشرك إلى الله بالعبودية، يبقى المسلم ملحد، كيف يتلقى يعني؟ بلا خطبان بلدان يقولي أنت وزرتي فوق تحبهم يتلقاه بشخص، قال لي انتم اليوم يا اهل مدينه تونس تقولوا مؤمن وملحد، يعني مؤمن نحن وملحد بعض منكم، تحبوا لا تكفروا، لا نلتقي لكم دينكم ولا دينكم ولا اصلاح اي حال التونسيين الا بالرجوع الى الله. نحن كبداية، نحن كقادة في تعريب الوحي، نحن كأمناء على دين الله نريد خير لأنفسنا ولغيرنا، الذي يؤهل نفسه لاتخاذ الإله ربا كريما، ربا وليا، ربا ناصرا. إن عباد، ولهذا كلام فارغ ما يمشيش، ما ينفعش، هذا من يقول المصري ما ينفعش، لكن الناس ماهيش من النوع اللي هي تحب زيادة وعي، لأن الله الله، وأن المشرع هو الله، وأن الذي هو رقيب هو الله، وأن الذي هو حسيب هو الله، والعادل هو الله،
والذي لا يخلف الميعاد هو الله. نسوا كل هذه الحقائق فنسيهم الله من رحمته المنجية، إلى أن يتفطنوا أن إبليس لعب بعقولهم فأصبحت غائبة أو ملوثة أو معطلة أو عرجاء مثل ما صنعه والعياذ بالله. إن عبادة، وأنا دائما نحضر المسلمة أمثال بعض من تونس حضرهم من سوء المغبة، لأن ليس لكم أي قدرة على إصلاح البلاد إلا أن تبدأوا بإصلاح أنفسكم. هذا ديننا، تبدأ بنفسك وهو الجهاد الأكبر، ثم التفت إلى سواك وهو الجهاد الأصغر. أنتم أصبحتم لا روحكم ولا غيركم، لذا نحذركم ولا نخشى إلا الله، ولن نظلمكم أبدا ولا نشهد عليكم شاهدة الظلم. فاحذروا غضب الله وأملي لهم من كيد متين. ذلك وأملي لهم، يعني ذلكم الهواية مثل فيكم إبليس هي الصحيحة. ونسيتم نداء الله ورفعتم شعار نداء تونس، وقلنا كم من مرة لا نفع إلا بالاستجابة إلى نداء الله، لأنه هو الخالق وأنه السيد، ولا يجوز أن نعبد سواه ولا أن نلتجئ إلى مكان أمين غير حصن حصين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. من يرحمنا؟ من يحمينا؟ من يغفر لنا؟ من يعلمنا؟ من يقلب سيئاتنا حسنات سوى الله؟ لا أبدا. ربكم، أو حتى مع ليس قالوا ربك وكفى بربك، هي مش مقصود بها كان النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قبل حضور نبينا عليه الصلاة والسلام على وجه الأرض كانت هذه الآية. إذن المقصود في أول واجهة هو إبليس خزاك، وكفى بربك وكيلا. ربكم هنا الرب ليس موجه لفرد بل للخلائق كلها، ربكم الذي يزجي يا بشر يا جن، ربكم الذي يزجي لكم الفلك. كل الجن اشتخلوا من مصر لأنه طعامه مدن هوت أو عظام العاج، أليس فيها ماء؟ أليس الماء آتي من السحاب؟ وأنه من الماء وجعل من الماء كل شيء حي. ربكم بما أن الجن حي فلا يجوز أن يحيا بدون ماء. كيفية يسلم لهم لا أعلم غير وحده. ربكم الذي يزكي لكم أو يسوق لكم أو يدفع إليكم رحمة بكم إلا بحالات الكفر البالغ وقت سحابه بالويلات إذا كان نزل في ذلك المساء صباح المدرب. ولما فيه تو قالوا غضب الطبيعة، يا ناس مش غضب الطبيعة، غضب المولى، ويستعمل الطبيعة للقضاء على فسادكم لكي يسلم بعض العباد وتسلم المحيطات والسماوات من شركم. لأنه يعني يقولون تحسبون هينا وهي عند الله العظيم، يعني تقولوا حقوق الإنسان وتقولوا حقوق الرحمة، تقولوا شاهدنا بالحق وأنتم أشر الناس في هذا الميت، يعني ما ماش واحد مات فيكم أنتم في قلب الحقائق. حضرنا مع المؤمنين ولنا مع أتباع من قام ضده بالخلاف بكل شيطنة، ولنا حتى من يدعون الإسلام من جماعات مختلفة أن لا سبيل إلى ربط الإسلام، رغم أن صلوا روحهم أنصار كذا وأنصار كذا وأنصار الله. أعطيني كيفاش أنتم أنصار الله وأنتم في يد بلا زمرة من المفسدين في إيران التي لا تقول بالإسلام إلا بعد أن تحقق بلا نصيب في حضارتها القذرة من البلد الميران، هي لا تشعر أنها تحترق بها، لكن تظن أنها أداة الميران، أداة الحرق
الحرب الذين هم مخافين لهم كأهل السنة الحقيقية، ننذركم يا أهل إيران، وإن أن في بعضكم من رفضوا دين القرآن والإيمان، فمنذركم فسادوا فيكم يسري في جرائم عروقكم في أوعيتكم الدموية الملوثة بالتسممات الشيطانية. احذروا إنكم لن تقدروا على أهل الله أبدا، وإن سميتوا أطرافكم فانصروا. لا نصرة لله، لأنه هو الذي ينصر. نحن نأتي بعد ذلك، ننصر الله بالصدق، وننصر الله بالتبليغ، وننصر الله بالغيرة، وننصر الله بالبطش بأعداء الله. ومن وكثير منكم من هم أعداء الله يتشكرون بشعارات إسلامية. احذرونا، احذرونا، نحن ناس لا يمكن أن يخدعنا أي إنسان، لأننا أهل الرحمن. وقال ربي إن عبادي ربكم الذي يزجي لكم أي مبعثكم أو تدميركم على عقباكم سيئة بطريقة واخر منها فوق السحاب اللي فيه عظم وفيه بأس وحبيب. ربكم يمتلكم رعدا وموتا، ويمتلكم صواعق ويورانيوم الزوبعة منا اللي هي حاصب يعني ترمي بالحجر، لأن الله يعني مقتكم. فأيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر أن يعطيكم فكرا لكي تهندسوا تخططوا ثم تحققوا فلك، لكن الفلك المتقدم عليكم هو الذي صنعه لعبد ربنا سيدنا نوح عليه السلام، وانتم بمحلكم اقزام لا يمكن لكم ان توصلوا لمعشار ما كان عليه الانبياء عليهم السلام. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، في كل شيء تسالوا بعاطفتك بلسانك بالتجارة بالتحال كله منا طلب فضل الرحمن. تبتغوا يعني احنا دائما نشتري الخير، نشتري حسن السمعة، نشتري حسن الريادة، وتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما. شوفوا لولا الرحمة الإلهية التي وسعت كل شيء، ورحمة وسعت كل شيء، ما كان يحصل لنا أي فضل منه. افهموا جميع الناس، القرآن جاء معلما، جاء مباركا، جاء من يعضدك باتباع طريق الرحمن. وإذا مسكم الضر أي الوجه الآخر أذر هند، وإذا مسكم الضر في البحر أي أصابتكم مصيبة التهديد بالموت، حين تميز البحار في أمواج كالجبال، وقت ذوقوا طعم الموت قبل أن يجرأنكم. فقلت آمين، ريح طيبة نشير نحو الهدف، وآمين من نهايات الفواجع. فإذا بي بدت الأمور، وإذا مسكم الضر في البحر، وهذه من مصائب الكبر، لأنه الموت غرقا أصعب وجبة. الموت يعني الدنيا. قرينت وشعب الشرق إلى فرعون وقبل فرعون وجل فرعون. وذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قالت الشهادة لاستشهاد سبيل الله كما يمحيل كل الذنوب إلا تلك، يبقى لأنه ينتظر صاحبه إلا غريق البحر، لأن الموت من شدتها. وانت مت على بعد توبة وبعد حسن ظن بالله وبعد اتقاء غضب الله، فموتتك غرقا تمحو عنك
تبعات الديون. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه ثم أعظم ربنا في حاتك شيء فتاخذ إلا من دين الله. وإذا كان دعمك ضر و كما قلت غلبك بأس لن تجد معينا ومنقذا سوى الله. ظل من تدعون إلا إياه. شوف ظل أي غاب عنكم تركتكم كابليس سيغيب عنكم يوم القيامة ويتبرأ منكم أمرتكم فاستجبتم. ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم على قوتية الإنسان ربما حتى في الجنة إجراء نوع من تفكير الغرق يليق به ليفنيه هو ملعون من طرف الحمام. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم يعني صار عندكم دور في الحياة تقلبوا فيه فيأتي تجي لحظة فيها توسع عليكم ونجد لكم فإذا بيت نساء حالكم تكون في الدم الرحمن أعطينا النجاة وسنؤمن بك ونطيعك وكذا وكذا وهو كلب. وهذا قال يقع في عالم السياسة عالم متغطرس عالم كذاب أشر مفسد الأرض ويدعي أنه هو المؤهل للإصلاح إذا أنه هو أول من تسقط عليه اللعنة. فهذا يقولوها لكثير من الأحزاب شرق الغرب. فلما نجاهم إلى البر شوفوا إلى البر نجاهم أي ترك لهم الروح ترك لهم العقل لم يسلبوا عقلهم وتركهم بدون الروح وبدون الكسور. فلما نجاكم إلى البحر أعرضتم يعني وجدت جو دي نيجاتور يعني تكفر بالكان كان حاكم يطلب من الرحمن الإنجاع فالنجم. الآن أي واحد ذكركم بالله تكفروا به تقتلوه وتزلوه وتعذبوه وتسبوه وتخليوه تعمل معاه كيس صغيرة مع أخواننا في فلسطين. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. لا تطلع أكثر نسيان للعام ونسيان لفضاء الله ونسيان لرحمة الله ونسيان لمجدة الله. فأنتم من كفر الفجر ألا لعنة الله على من داوم على هذه الحال كفر وضلال. أبا أمنتم أرجوكم ربنا الصحيح يا أحزاب فاسدة حتى ولو كانت عناوينها لاسنة بالإسلام لكنها فاسدة لأنها منا مصنوعة من طرف ناس غير أوفياء لله. أحصى الله ونسوا ربي يبطلكم كل ما قلت وشتوا هذا مش يزيد مكر ربي منا يتصرف عليكم ويزيد يخسركم ويزيد يعذبكم ويزيد يعطيكم مفاجآت صارعة. أفأمنتم أن يخسوا بكم جانب البر أي أنت أمنت بالبر المحيط البر بلا عندك قدم راسقة عندك غير ليس هناك اضطراب التوازن فأريد روحك أنت بأمن أنت وأمان ومن أين لك هذا. أفأمنتم سيتا وريتش أن الله يتكلم ما ريتش وأملي لهم لك كلمتين ومكر ومكر الله والله خير المكرين ويمكر ويمكر الله والله خير المكرين. أفأمنتم أن يخسر بكم جانب البحر أي المكان فيه متجمعين كجنود فساد الأمريكان الجلاب والخنازير وكيف الإنجليز كذلك وكيف أوروبا كذلك وكيف اليابان يمت لأعدائنا بالأموال وبعد يقول احنا لسنا في حرب مع داعش. ما لو تشكل الحرب مش المال هو قوام الاعمال مش المال هو شريان والا عصب الحرب. وثم تفكروا كيفاش مش تكونوا جيوش تنقل
بعض منكم الذين يقعون في السبب من طرف المسلم أينما كان. هذا مش عدوان، هذا مش إقراء أنك لا تريد المصارحة والترافق. كل ما يتقدم أهلنا من قاعدة أو من أي جماعة في تراب، يعني أي نعم فتحة، أي صالحوا، أي تفاوضوا، لا هذا كله قلت لا، أنتم كذا كذا، أنتم مفسدين بالأرض، أنتم لا حق لكم في العيش، أنت لا يمكن أن تكونوا عندكم أرض لكم، يعني شوف الغرور والدعاء بما ليس لكم في حق، أنتم لكم الحق، تقولوا وتقولوا وتعرضوا وتقتلوا الأبرياء، وعندكم لعبة في أي مكان يكون العنصر الجيش بقيت ملعون، كل مكان يعتبر اللعبة يقدر يراقب بالأقمار الصناعية والاستعلامية، وبعد الألف كله في أي مكان يمكن يكون فلان، فإذا بي بالوقت وكلعبة أنا نترك طيارة بغير طيار من مكان معلوم عنده، ويضرب به غير إعلان التدمير جماعة لا فرد ولا سليم. هذا هو هذه الحرب، هكذا تكون الإنسانية، هكذا تكون البطولة. أين بطولتكم؟ لم تنزلوا عندما كان حون البطل المغوار عليه رضوان، أنا صدام حسين، ربي أراد له اسمين، صدام لأهل العدوان وحسين لأهل الأمان، يعني أكتر كان هو على الأرض وكان سلطانه نازل وثابت، ما قدرتوش توصلوا إلا بعد من دسين منكم ومن الشيعة الفاسدة في العراق وفي إيران وفي أي مكان. أنا خدمتوا بجبن، خدمتوا بمكر، وإياكم نسيتم أن الله مكر بكم إذ نزلتم بمئات الآلاف من الفجار من القاهرين لعباد الله من صفة الدماء، وهم يعرضون ويخربون، فإذا بي ذات الردة الصدامية، والحمد لله تعالى أنا فرقعكم وفجركم ومزق شملكم حتى بعد من الخسارات، كما كنت ما كانش في العزلان ارتدتم، وكانت رجوعكم الى دياركم الخربة رجوع ناس لم يبقى لهم عقل، الجنود اللي كنتم هم مخربين، وكانوا رجعوا ناكمين وما زالوا قنابل موقوتة ستدمركم، لأنكم بعثتموهم إلى حتفهم ولا إذائهم حتى يسقطوا ويسقطوا بالملل. هذا حطوا في بالكم، سيأتي خبره في الإبداع. إذا صدام عرف كيف يواجهكم، والحرب خدعة، حينما زلتم لم تجدوا جيشا، بل هناك منافذائيون بالمرصاد لكم، وأذاقوكم البأس الشديد الذي ليس لكم قدرة عليه ولا قيمة لكم به. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. إذا الشرق الغرب هم في الكفر صريح، وبئست العملية هي عملية الكفر، فستذوقون البأس بالدنيا وتفقدون الأمن فيها، ثم تنفقون أموالا سرقتموها على حساب الشعوب وأراضيهم وما تحت وجه أرضهم وفي بحارهم، كنتم نصوصا لا ترحمون، فجمعتم أموالا لا لن تنفعكم أبدا، ستنفقون ثم تكون عليكم حسرة. القادمين ينتقمون به في كل مكان كل من دار إسلام، هذا كله هو إخلاء لقدراتكم البشرية والمادية، فاعلموا ذلك قبل أن يأتيكم العذاب الينهي وجودكم اللعنة والملعون في الدنيا. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه،
فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر تملأكم الأرض بسرير وبيوتين عبا ليه أو يرسل عليكم حاصبا أي ريحا تحملوا حجارة مسومة أي علي كتب اسم فلان وزمرة فلان أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا لن تجدوا أي مدافع عنكم أبدا أنا عندك الوكيل اللي يسيد بالمال وغطيت جرامك لقتل الأبرياء وقتل جرامك لاستحباب بالنساء حتى مزقتم شرفهم وافتككم حريتهم واعتبرتهم دون مستوى البشر والمجرد الكل عندكم وكلاء يعني هم يعبوا في المال الحرام وقت عنده الحيل الكل ويمشي الله يسمحكم الوعادة غير مزيه وغير مؤمن بالله وبحساب الله فشحمه كما يقول وحدة مليار ولا زيادة ونقصان وبعد الحق بجانبك وخصومك أو ضحاياك هم عليهم اللعنة وهم بنا يستحقون تلك النهاية وما بعد ذلك حساب وما هو حساب الله لا يعلمه إلا هو أفأمنتم أن يغسل بكم جانب البر أن يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم في تارة أخرى ولم يقبلا أيضا أم أمنتم أن يعيدكم في تارة أخرى انقلاب في بعض يوم صورة بشرية وكلاب أصحاب المهن الفاسدة من جملة البناؤون أغلبهم لا يفقهون شيئا ولا يصومون رمضان ولا يمسكون لسان وواعيهم دائما تصطاد بلاء النساء والمجر هذا كله ولا من يجي يصلح ما في البيت من عطب كل شيء وهو مش يدخل عطب أكثر منه في الفتك بإناث ذلك البيت كل ما عند ربي مربوط هذا أمنتم أن يغسل بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا يقصفكم من الريح أو الرياح فيغرقكم بما كفرتم أي أننا سبب جهلكم يخليكم موت الشر الميتة فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا يشكون منكم شيء لو يتبع المولى فيها أنا فاهم لا 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 نافع لكم من الخلق جميعا ولو اجتمعوا لينفعوكم ولو لحظة من أموركم الفاسد لم يستطيعوا ذلك لأن الغالب هو الله يبقى هو الغالب أحببتم أن تنسوا والسلام على من اتبع